الثالثة صباحا، أهلا بكم مع موجز لآخر الأخبار من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. استشهد شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس. واقتحمت قوات الاحتلال المخيم برفقة جرافات وآليات عسكرية، كما منعت وصول مركبات الإسعاف إلى داخله. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بالقلق البالغ من الزيارات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى وما يصاحبها من دعاية مؤججة للمشاعر. وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر أيضا بقلق بالغ من قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح لمواطنيها بترسيخ وجود دائم في مستوطنة حومش بشمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يتوافق مع التزامات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه إدارة الرئيس جو بايدن. يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع حيز التنفيذ اليوم، وكان الجيش السوداني أعلن توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار لا يشمل أي أوضاع سياسية، فيما نقلت وكالة رويترز تأكيد الدعم السريع التزامها بالاتفاق. ورحبت مصر بالاتفاق بين الأطراف السودانية، مشيرة إلى أن أعمال الإغاثة وتضميد الجراح تحتاج إلى بيئة آمنة، وعربت عن أملها أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها وصولا إلى اتفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار. دوت سافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية روسية جديدة في عدة مقاطعات أوكرانية اليوم الاثنين، وذلك وفقا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التطوير الرقمي في البلاد. وأظهرت خريطة الوزارة على الإنترنت أن التحذيرات من الغارات الجوية كانت سرية المفعول في مقاطعات تشيرنيغوف وأسومي وبولوتوفا. شهدت مدينة كان الفرنسية تنظيم النقابات العمالية احتجاجات جديدة ضد قانون التقاعد بالتزامن مع فعاليات مهرجان كان السينمائية، وكانت السلطات المحلية في كان قد أمرت بحظر التجمعات في معظم أنحاء المدينة في محاولة لمنع التظاهرات في بعض الأماكن المهمة، بينما دعت النقابات العمالية لجولة جديدة من التظاهرات في أنحاء البلاد يوم 6 يونيو المقبل. قال موقع داون ديكتور الإلكتروني إن خدمات تطبيق إنستغرام التابعة لشركة ميتا انقطعت عن الآلاف من مستخدميه في أنحاء العالم. ويرصد موقع داون ديكتور حالات انقطاع الخدمات عن طريق جمع تقارير من عدة مصادر بما في ذلك مستخدمي التطبيقات. إلى هنا ينتهي الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال آب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر.